هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في فيديو جديد من قناة كيوت جيرلز. الفيديو النهاردة هيكون ازاي نعمل فلتر المشاهير او الفلتر الاورنج ده، اللي هو هنحول الصور مثلا من دي لدي. يعني طريقة سهلة جدا جدا ببرنامج اسمه لايت روم، هسيب لكم لينك الابلكيشن ده تحت في الديسكربشن بوكس. فقبل ما نشوف الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، تعملوا لي شير، تعملوا لي سبسكرايب، ويلا بينا نشوف الفيديو. هنختار الصورة اللي احنا عايزينها ونبتدي نعمل الايديتس اللي انا هحطها لكم دلوقتي. تقدروا تعملوها سكرين شوت وتنفذوها على الصور بتاعتكم. كده كان الفيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.